سبيل الله يجد في الأرض مرارا من كثير الوسع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع أجره الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأنتم الذين كفروا لو تخرون أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم.